على كم دار على كم دار أوصى النبي عليه الصلاة والسلام على كم دار أوصى النبي عليه الصلاة والسلام على كم جار أوصى النبي عليه الصلاة والسلام. لا لم يرد هناك نص يعني الجار إلى 40 جار أو إلى 7 جار، كل ذلك لم يثبت. ولكن سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له السائل إن لي جارين إلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا.